يموت زول في منطقة ناس ينشروا الشرك والضلال، يمشوا يعزوه ويمشوا لي واحدين تانيين في محلهم ياكلوا معاهم، ويجي ده مرشد الطريقة السمانية يجيون يكرموه مصايب، وقولوا نتعاون معاهم لدفع الشر الأكبر الشيعة. قد أحتاج أن أتعاون مع بعض أهل البدع الأقرب على بعض أهل البدع الأبعد، كأن تتعاون مع الإخوان المسلمين ضد الرافضة. أقول هذا من حيث الفقه ممكن، وهذه من أفعال الحزبيين كهؤلاء القوم المركز العام وغيره، وكالإصلاح مركز العام وكالإصلاح الإصلاح مع السرورية، وقبل أيام الهواري كالضبلي وكضبة، الضبلة كضبة في مجمع خالد، مشينا جينا بالطريق، بعدين أصلا جينا قلنا نصلي ونعمل نصيحة، سامعين قالوا في دورة للجماعة دي، لكن ما عارفين والله ده اليوم، فجينا لقينا الهواري بيتكلم وعبد الرحمن حامد شكله كان ورا، بعدين جينا أنا ود الناير ده، فالمهم جينا جنب الباب، أنا قلت بعد الصلاة طالما الناس علم المؤمنين كذي بقوم بديهم النصيحة والهواري بيتكلم، فصليت ركعتين استخرت فين، صليت ركعتين وتاني صليت ركعتين استخرت، والحمد لله اللي خير أنا استخرت. وبعدين عبد الرحمن حامد كان ورا شاف ودناه وشاف المهم شافنا، جاء طوالي قدام قال لهم في كلمة بعد العشاء، هو يوم وما ياهو قال لهم في كلمة الهواري والجماعة، قال المهم واحد فيهم رفع الميكروفون قال الهواري نفسه قال شيخ عبد الرحمن عنده كلمة بعد شنو بعد العشاء، قال كلهم بتاع اللخبطة، الهواري كذب نحن برا بنتوضى، قال سوينا مؤتمر في التعاون مع أهل البدع وخرجنا من هذا المؤتمر، وهذا المؤتمر ناقشه رجلان منهما عبد الحفيظ العدسي قال وهذا المؤتمر خرجنا بتوصيات، وهذه التوصيات فيها أن أهل السنة مؤسساتهم ولا شنو غنية عن أهل البدع، لحد هنا دي التوصيات، ده كله خليه بيه جنبه، الكذبة وين؟ قال فذهب هؤلاء وقالوا نحن جوزنا التعاون مع أهل البدع، قال أثبت أن هؤلاء أهل البدع أولا الذين نتعاون معهم، وأين التسجيل الذي قلنا فيه أنه يجوز التعاون مع شنو؟ مع أهل البدع. قد أحتاج أن أتعاون مع بعض أهل البدع الأقرب على بعض أهل البدع الأبعد، كأن تتعاون مع الإخوان المسلمين ضد الرافضة. أقول هذا من حيث الفقه ممكن. زول يا جماعة ما كذاب، قال عديل قال المؤتمر ده المؤتمر في ضد الشيعة العملهن ضد الشيعة، الفيه مجموعة فيه ياسر برهامي فيه عبد الحي يوسف وفي المنصة محمد الأمين إسماعيل وفيه عصا، المهم فيه ناس كتار، بعدين المؤتمر ده قال الله قال الهواري نفسه قال الله قال وتعاونوا على البر والتقوى، هل هذه خاصة بالسلفيين؟ والله قال بلسان ومسجلة، شوف الزول عليك الله، قال هل هذه خاصة بالسلفيين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ الآن لو زول من عامة الناس قال لك تعال ساعدني نبلغ دعوة الله وما تابع لأي حزب ولا لأي طائفة ولا لأي جماعة، انت عاونته الزول من عامة الناس، عاونته مش طبقت الآية، عاونت زول مستقيم على الحق إلا تعاون أهل البدع، شكي الشيخ الفوزان قال التعاون مع أهل البدع مع أهل البدع من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه ما ممكن أنت تقعد في منصة وده بيجاي مبتدع وده مبتدع وده مبتدع عشان تدفعوا الشيعة، بعد شوية الناس بيجوا بيسألوا في المنصة دي صح ولا ما صح، يجوا بعد شوية يقولوا والله ده معاهم مع ناس زول لو ما عالم ما كان قعدوا هنا،
وقال اثبت انه ديل ذاته اهل بدع. هات دليل يدل على ان محمد حسين مبتدع، وين الدليل؟ هات دليل. حيقول لي قال ما برد على ناس وقريت كتاب الاخوان المسلمين، حتى لو حسبنا عليه اخطاء ايش دليلك على انه صار مبتدع؟ يبقى في النهايه المساله اجتهاد. محمد حسين يعقوب لما قال ما حرد على احد، ولما قال لما مدح واحد من الاخوان المسلمين وقال انا قريت كتاب سيد قطب وما الى ذلك مما ياخذوا عليه، انت الشيخ الفلاني راى ان هذا يبدعه، والشيخ الفلاني راى لا هذه اخطاء لا تبدعه، اين الدليل؟ يبقى بعد كده الدليل كانه عقلك او هواك، يعني انت الذي رجحت احد القولين بهواك ولا ثم دليل هنا اصلا. محمد حسين يعقوب ما البدع ده بدعوه زمان، شفته قبل الخروج ده شيخ احمد النجمي بدري والله سمعتها تسجيل صوتي، قالوا محمد حسين يعقوب، حسين يعقوب هل هو من اهل البدع؟ ومحمد حسان قال نعم من اهل البدع ولا كرام. والعلماء ذي الكلام واضح، ما زي الهواري بقسمه 5 و10 و15 وتمشي و5 و7 تمشي وتجي في نامه، ما في بس تقسيم بس، وانت الجيت تسال وبعومك زياده. قال هؤلاء من اهل البدع نعم ولا كرامه، قال لانهم يتعاونون مع ابي اسحاق الحويني، وابو اسحاق مع جمعيه احياء التراث، جد شالوا مره وكلها في النهايه، والحلبي والردود عليه ذيل ما بيجيبون. وكذلك ان اكون بمعيه الشيخ علي الحلبي وفقه الله وسدده وتقبل منه ومن جميع إخواننا. في الواقع كنت يعني أود أن أكون مستمعا فقط، لكن بحكم الضيافة أشارك بكلمة، وهذه الكلمة هي خلاصة كلمة كتبتها ونشرت في منتدى كل السلفيين، وحقيقة هي ليست بعيدة عن موضوع الشيخ حفظه الله. يا أخي ده كله خليكم، ده بيجوا بناقشوك فين؟ حلبي ومحمد حسين يعقوب ده اللي بناقشوك. عبد الحي والسرورية ليه يوم الليلة بيتعاون معاهم محمد الأمين إسماعيل؟ هل الاستماع والأخذ من شيخنا عبد الحي يوسف في شيء؟ يا أخوان اتقوا الله من هذه الأدب. عبد الحي يوسف رجل عالم أحبه الله عز وجل بشكل واضح، جزاه الله خيرا. ديل ما أهل بدع عند الهواري، ولا أهل بدع في الدين، في الدين خلي الهواري، والله الذي لا إله غيره. هو لمس جابوا لي صورة عصام أحمد البشير شايل الفاتحة بيدعو في عرس ولا في عقد، قدامه حلاوة معناه عقد، بعدين شايل الفاتحة والميكروفون وشايلها، بيجاي محمد الأمين إسماعيل صورته برضه شايلة ومدنقر، وبيغادي عبد الحي يوسف، الثلاثة قاعدين كده، ثلاثة زي رفارف المروح. وعصام ده بقى عنده منصب ولا الشغلة دي كيف؟ ما عنده؟ هيردم طوالي وقت ما عنده. فالمهم قاعدين سوا، وده شايل الفاتحة وديل بيجاي عبد الحي وذاك. ديل يا أخي عليك الله، ويجي الهواري، بعدها طوالي مشى جا استلم عبد الرحمن حامد. قال وقد قرر الشيخ الهواري أصلا عظيما من أصول أهل السنة، وهو عدم، وهو في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهو عدم التعاون مع أهل البدع إلى آخره وإلى آخره. وده ذاته ما أهل البدع، وده ذاته ما أهل البدع، محمد مصطفى ما أهل البدع، ذول بيسب الصحابة. قال قلت الصحابة بحبوا الدنيا ويقتتلوا في السلطة، ده سب؟ بجيب لك الكتب دي السنة أوريك الحاصل. لكن قبل أن أبدأ في تقرير هذه المسألة، وأنا أتحدى الكرة الأرضية، كانوا بيشتغلوا للدنيا منهج، ويتكلم في الحكام في المنابر في في, في الوزير ويكفر ويكفر، وزول يكذب ويتناقض ويتعصب للحزبية. ما قال أنا في المركز العام بس، قال أنا المركز العام ذاته، وما أخذك على الإصلاح شنو؟ قال ما بشاركون إلا يردوا على السرورية، بتعاونوا مع السرورية أهل البدع، ويجي الهواري يعقب. طيب المركز العام ما بيتعاون مع أهل البدع؟
ده معها جمعية إحياء التراث، والنازل كله والله لخبطة ما أنزل الله بها من سلطان. وليأس في ناس ما ظهرت لهم الشغل، في ناس كتار يعني يقول لك نحن لسه ما ظهرت لنا النازل، اللي بتهاجموا الناس وما خليته الناس وما خليته زول، هنا البلاون زحوا من الطريق المستقيم، يخلون تعاطفوا معاهم ساي ناس يا زول في لخبطة كثيرة. خلي دينك نظيف تلاقي به الله سبحانه وتعالى. والناس الحق ده تقوله تقوله، رضي من رضي وغضب من غضب. ولو الناس كلها بقت ضدك ما يهمك، تخش قبرك براك. الناس دي كلها بقت ضدك ما يهمك، يغشون لمتين ديل يغشون، ولو الناس ديل كويسين وهم كل مرة ملخبطين في الدين. والله الذي رفع السماء، تقرأ كتب السلف والتأصيلات الأصلوة العلمية والنصوص والمنهج القويم، ودعاين للنازل ترى العجب العجاب، وما يعلموك زي ما قال واحد العلماء ذيل قال ما بتعرفون من تكون في الجماعة ذيل، بس بتعرف ذيل محمد حسان يعقوب محمد حسان وإلى آخره، علماء ما بتعرف ما بتعرف. ويقول لك ذي الشباب تجيب لي فتوى الشيخ مقبل، يقول لك المفتي أسير شنو المستفتي، تجيب فتوى المستفتي تجيب سؤال المستفتي تلقاه مطابق للواقع. ما حتاني فيش هو ذاته ما في سؤال براو، لو ما في سؤال ذاته براو بيتكلم بيناقش واحد من العلماء يناقش، يقول ورب السماء أنصار السنة في السودان تديرها السرورية، وأنا متأكد من هذا. الشيخ ربيع بيقول كذي، وأنا متأكد من هذا. هذا ده شغل بتاع استفتاء ولا ده مباراة وبين الحق في المسألة، وعلماء كبار وإلى الله المشتكى. يقول لك عليكم بالعلماء، تجيب فتاوى العلماء يقول لك ده الشباب متبعين لهم شباب وماشيين معه، ما تبقى مع أي شباب يا زول، أبقى حر أبقى حر أبقى حر. كتاب وسنة بفهم السلف، وشوك دربك حصل اليوم اللي بتتعصب ليزول يا هو بعد بتقع في الشر، مجرد ما تتعصب انت خلاص بديت تفارق الدرب. خليك حر كذي تدور مع الحق حيث دار. ناس ذول اثني على البرعي زي الهدية، يقول والله انا بحب البرعي في اسماء في حياتي، يقول بنتعاون مع الصوفية زي الجبراوي، امشوا للصوفية في محلهم زي اسماعيل عثمان الماحي، دي القادة يا زول. ما تقول لي الناس دي اخطاء سايدتوا بتلقطوا اخطاء، دي قادة جابوها في الملأ، في الخلا في شنو ما معروف، ده في الملأ ده امش عديل للصوفية. دقيقة انت ملك التراب يموت، امشي قايد من القادة زي ياسر منه محمد الحسن ولا منه داك بممثل الجماعة السياسي، قال هذه شخصية إسلامية لا تتكرر. ياسر محمد من جماعة أنصار السنة متحدثا في عزاء الدكتور الترابي. الحمد لله القائل في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا القائد الفذ، وأقولها قائدا فذا ومميزا وظاهرة فريدة أحسبها لا تتكرر كثيرا. أقول له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الإعلان بدين الله سبحانه وتعالى على منابر لم يعتاد الناس أن يذكروا اسم الله عليها. الله أكبر الله أكبر. أخذ الله سبحانه وتعالى الدكتور في هذا الظرف الحرج ليرى الله سبحانه وتعالى أي يتحمل الناس بعد ذلك المسؤولية أم لا. شفت الكلام ده كيف؟ هذا ناس مجارمة يا شيخ، ناس مبتدعة، الناس اللي بيأصلوا الأشياء دي والدكاترة دي تحديدا والله مبتدعة. والله يا أخوان مسلمين شاءوا أم أبوا أخوان مسلمين الناس دي عرفت كلامي؟ والمنهج اللي بيأصلوا للمجتمع ولشباب الدعوة والله ما هو إلا منهج سيد قطب تبا له حيث ما وجد.
الترابي اللي بيهدم في الإسلام. ده نمرة كم؟ 4. 5 تعاون مع جمعية إحياء التراث. 6 في وجود إلى الآن محمد مصطفى، وده من أكبر المآخذ إلى الآن في الجماعة دي. شباب انت بترضوك عشان اتكلمت في شيوخه، وده بيتكلم في الصحابة ما بترضوه، قاعد في نصهم وما بقول أنا عضو، أنا المركز العام ذاته بقول. عشان كده واحد مشى من أتباعه في بورسودان، قبل اتصل بي واحد من أخواننا في بورسودان اسمه خواط، قال لي جاء أيوب موسى في بورسودان وقال داير مناظرة، قال لي داير مناظرة، قال لي مع مزمل، هل مزمل بناظر؟ قلت له ده ما بدي ولا دقيقتين، وده تابع وده ذنب لمحمد مصطفى. محمد مصطفى ذنب للمركز العام لإسماعيل عثمان. لو في مناظرة مع الراس ذاته، مع الراس دي كلهم بيجوا أذناب زاي برا ورضا محمد مصطفى كده، وده ذنب له. دول يثنوا على التراب، الناس دار يصلوا وين يعني أكتر من كده؟ وتمشي بعض المساجد يشاكلوك زي مسجد كيش هذا في رفاعة، ده بدفرني للباب. حكمة مع الصوفية مع الإخوان المسلمين مع عديل، وأنا بدفرني للباب طق طق للباب، والله الذي لا إله. ليه؟ لأنه بتتكلم في البرة، بتتكلم في فلان وفلان وفلان من أهل الشر. نازل والله فارقوا الدرب، والله فارقوا، رضي من رضي وغضب من غضب. ديل بجنبه بغادي الإصلاح أبو زيد محمد حمزة يقول أسامة بن لادن قام بما أوجب الله عليه، والواجب على حكام المسلمين أن يصيروا كأسامة. وإن أسامة لقد كنا نتمنى أن يكون حكام المسلمين كأسامة، تأخذهم الخيرة والحمية، إلا أن حكام المسلمين قد جبنوا على أمريكا، على أمريكا أن تصغي وأن تكون عاقلة. قلت كنا نتمنى ما قام به أسامة يقوم بذلك حكام المسلمين، ويا أسباه على حكام المسلمين وعلى الجيوش المكدسة والأسلحة المكدسة، ماذا تنتظرون ومتى تقاتلون وأين تحاربون؟ وينبغي أن نكون صريحين واضحين عديلين. المسؤولية تقع على الحكام، لو كلكم أجمعتوا على شيء ما بتنتهي الإجماع اللي يمشي لقدام إلا إذا وافقت الجهات العليا حكام المسلمين. أين هم من هذه المجزرة؟ والمسؤولية أمام الله وخيه. أنت قادر على التغيير وقادر على الحماية وساكن، مسؤولية الحكام، حكام المسلمين في السودان في مصر في أي بقعة من بقاع العالم. كأسامة رأيك شنو أكثر منك؟ يقول لك تراجع، وينو التراجع؟ جيب التراجع، وينو التراجع؟ جيبه. خلاص إذا تراجع خلينا الكلام فيه في النقطة دي، خلينا الكلام فيه. أي بغادي مطر يقول الصوفية ما بيرضوا في أنصار السنة، وأنصار السنة ما بيرضوا في الصوفية، والإخوان المسلمون ما بيرضوا في أنصار السنة، وأنصار السنة ما بيرضوا في الإخوان المسلمين. خلافات بيناتنا بسيطة، تقال إذا طبعا محروق لأنه قريب منه بغاد، والله أعلم. المهم قال خلافات بيناتنا بسيطة، نقعد في الوطن نحلها، قال وكلنا يد ضد الشيعة، مع الصوفية يد ضد الشيعة وكلها لخبة زايا. محمد الأمين إسماعيل سيد قطب ظلال القرآن يثني عليه، يقول كتاب قيم جدا في مجال شكاي، في شباب مرضانين والله الذي لا إله غيره، إذا عصبوا للباطل حتى هنا قراب. تقول لي محمد سيد حاج يكورك، ولك يا زول برضو محمد سيد، أها مالك في شنو ماله محمد سيد؟ قال سيد قطب مع ما فيه من الأشعريات لا نمنع من قراءة كتبه. رأيك دي برامج كفاية؟ خلي العوام
زانين لنا في اضنين الزول شجاع يتكلم في الحكام في المنابر، انت رايك فيها شنو؟ دي تكلم في الحكام في المنابر، دي رايك فيها شنو؟ ده كله خلي اصبر لي شويه، ده كله خلي ده بجنبه. يقول الجماعات كمحاضن تربويه تدخل فيها، كمحاضن تربويه لكن ما تكون وقود لهذه الجماعات. بلاوي كثيره والى الله المشتهى. اسال او ناقش كويس كويس، ما تزعل هاي ما تزعل. هاي اضحك كذي، شوف لما تضحك انا برتاح جدا. هاي الناس اللي احنا خايفين عليك وعلى الناس عشان كذي ذكرناهم، الناس اللي انت ما لاقوك هنا في العزبه، لكن هسه احنا مش بنحذر من اليهود، انت حصل لاقوك اليهود ديل لاقوك مش نحذر منهم برضو. الناس ديل ما يهود ذكرناهم ديل، لكن عندهم مناهج منحرفه، وفي شباب فيهم خير بيستقيموا، لما يستقيموا بيلقوا ديل في وشهم، لما يلقوا ديل في وشهم قايلين لهم ديل على المنهج الصحيح، خايفين عليهم منهم عشان كذا بنبصرهم قبل ما يصلوا لهم. عرفت كلامي؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث في البخاري ومسلم من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أنت بتعرف الشر عشان ما تقع فيه، وتعرف الخير عشان تسلك، ده المقصود. الناس زي بارك الله فيك، في ناس الآن أنت ما عندك علاقة بهم، جزاك الله خير وأنت في عافية طالما ما عندك علاقة بهم، لكن في ناس هنا دي بعرفون، صح ولا ما صح يا جماعة؟ اللي بعرفون ديل نحن خايفين عليهم منهم، وبنبين ونحذر منهم ديانة لله تعالى، نسأل الله الإخلاص ديانة لله تعالى. والحي في ديل ذاته ذكرناهم ديل، لو تاب بكرة نحن بنسكت منه، لو تاب بكرة دي بنذكره بخير بتوبته. تاني نقول للناس طالما الزول تاب واستقام في علمه ومنهجه وعمله الناس تسمع له وما مشكلة. فهمت كلامي؟ نحن ما عندنا مشكلة والله شخصية ولا كده، لكن زي ما ذكرنا العلم نذكر ونربطه بالواقع. هس الليل أنا لو قلت لك في تكفيريين وهؤلاء والتكفيريون ديل منهج باطل وضال وكذا 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 وكذا، بكرة لقيتك أنت ذاته ماشي مع زول تكفيري، معناه أنت واحد من اثنين، يا أنت تكفيري يا أنت الزول ده أنت ما عارفه، صح؟ أنت خايف من المنهج التكفيري لكن أنت ما عارف الزول ده شنو تكفيري، يبقى أنت محتاج يوروك إنه الزول ده الزول اللي حذرنا من منهجهم في المسجد. شكاي شيخ ربيع حفظه الله تعالى في كتاب اسمه شرح أصول السنة للإمام أحمد قال: كان أحد المصريين يدرس بعض الناس بعض الطلاب، فيذكر لهم المسائل المنهجية، المنهج كذا والأصل كذا وكذا كذا كذا. قال: فجاءهم ذات مرة أو جاءهم مرة من المرات أو جاءهم قال: الحكم كذا، وممن خالفه الآن فلان ابن فلان، يعني من الواقع الحكم الشرعي ده كذا، في زول بيدعو لضده أو لخلافه فلان ابن فلان من الدعاة الآن موجودين، وفي زول بيدعو. فقالوا له: فهمنا الآن، فهمنا الآن، عرفنا الآن. ودي ذاته ذكرناهم ديل، ما تفتكر في بعضهم درس مع علماء هناك لكن خالف منهج العلماء ديل وعمل بخلافه. فما مجرد العلم بس الآية والحديث، ديل فينا النور الآية والحديث، لكن انت برضو شنو تربطهم بالواقع، صح ولا ما صح؟ هسه انا بقول لك احسن للجار، انت عرفت الحكم الشرعي وانت عندك جار في الفريق، معناه انت طوال الحكم الشرعي ده تنزله في شنو؟ في جارك ده تتعامل به. ففي المقابل اهل الشر دي اللي احنا والله بنذكرهم ديانه لله، وزي ما الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحذر منهم. الحديث المعروف حديث ذي الخويصر التميمي لما جاء، وله روايات في البخاري، قال بعد غزوة حنين قال: اعدل يا محمد، فوالله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. فقال له: ويحك ويحك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال الراوي: فلما تولى الرجل أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يخرج من ضئضي هذا. هذا دي العلماء أخذوا منا إنه فيها تعيين، ده في مقدمة الكتاب اللي قبل ذكرته ليك، ده اسمه إجماع العلماء
في الهجر والتحذير من أهل الأهواء. قال يخرج من ضيضي هذا، قالوا ذا فيه تعيين لأنه عين قوم حدثاء الأسنان سفاء الأحلام إلى آخر روايات المعروفة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقال عنهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. صلاتكم مع صلاتهم دي مش معناها بصلوا، قراءتكم مع قراءتهم مش معناها بيقروا القرآن، صيامكم مع صيامهم مش معناها بصوم. بعد ده الرسول عليه الصلاة والسلام حذر للنصح للأمة. مرات يقول ما بال أقوام، ودي قال في ناس صحابة فيهم خير وكانوا قصدون الخير لكن قالوا كلام خلاف السنة. واحد قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال لا أتزوج النساء، لكن قصدون الخير، صحابة خيار ما فيهم كلام. فقال ما بال أقوام، ولما سمعوا الكلام ده تاني ما رجعوا لكلامهم لأنهم هن ناس خير أصلا، فهمت كلامي؟ لكن الزول المصير على الباطل ده، والزول البجيب البدع والبدع الناس للبدع والبدع في الحق وبيسخر بأهل الحق، ده تحذر منه بعينه ديانة لله تعالى. خايفين على الناس، جزاك الله خير. وذكرناهم ديل كلهم ما تبقى معهم، ونحن ذاته ما تبقى معهم، واسي ذكرنا بعض اسماء اخواننا ما تبقى مع اي زول ولا اي زول ما تبقى معه، ابقى مع الكتاب والسنه على ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم. كذب تنجو ولا مو تنجو؟ الا تبقى مع جماعه ولا حزب ولا طائفه، ذاته لو جينا دعيناك لجماعه ما تبقى معه. واسمع للعلماء استفيد منه، ونحن اخوانك بنذكرك بس بما سمعنا وبما علمنا.